إثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل. اللهم احيي به البلاد وأغث به العباد. ولنسى كذلك في هذا المقام أن يرحم ربنا جل ثناؤه ذلك الولد الصغير الذي لا زال محبوسا في غياهب الظلمات في بطن الأرض وفي صدعها، وقلوب المغاربة كلها منقبضة حزينة أليمة بسبب ذلك. فنسأل الله عز وجل كما أخرج يوسف من غياهب الجب فأرسل له بسبب ذلك سيارة فانتشلته من تلك الظلمات، والذي أنقذ يونس عليه السلام من بطن الحوت بعد التضرع والتسبيح، والذي أخرج سيدنا إبراهيم وجعل النار عليه بردا وسلاما، نسأله جل ثناؤه أن يخرج ذلك الطفل سليما معافا إلى والديه، وأن يجعله صالحا وأن يصلح جميع أبناء المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.